صفحات تنسيقيات المدن والمناطق السورية كان لها الدور الأبرز في نشر وتعميم الأخبار، وخاصة أنها تعاني من حصار وتقييد للتحركات. في هذا الفيديو اشترك في نشره معظم صفحات الثورة السورية على الشبكة الإلكترونية لتظاهر في حماة يقودها شاب من حمص. متظاهر حمصي في حماة. تنسيقية أطباء دمشق أخذت شهرة كبيرة نظراً للدور الذي يقوم بها أعضاء هذه التنسيقية في مداواة جرحى الثورة وفي أماكن سرية خوفاً من اعتقالهم. واليوم تنشر هذه الصفحة صور أطباء من اختصاصات مختلفة تم اعتقالهم أو خطفهم ولا يزال مصيرهم مجهولاً. أما الخبر المفرح الذي أعلنته فهو الإفراج عن طالب الطب مضر العاصمي فانهالت التهاني والتبريكات. تنسيقية المنطقة الوسطى التي تسلط الضوء على أحداث الثورة السورية في المناطق الوسطى حمص بخاصة اتخذت شعار هكذا سوريا وهكذا ستعود في إشارة إلى عراقة سوريا وحضارتها على مر العصور قبل أن يقبض آل الأسد عليها. فيما دعت تنسيقية مدينة دوما قرب دمشق أهالي المنطقة إلى الإسهام في الثورة عبر إرشادات إن اتبعوها تساعد في الضغط على النظام اقتصاديا، كأن يقوم السوريون بالداخل بتخفيض اتصالاتهم الهاتفية لتخفيف قيمة الفواتير وعوائدها وعدم إرسال رسائل نصية غير ضرورية. كما نشر الناشطون على الصفحة التعليمات الواجب اتباعها لمسيرات شهر رمضان المبارك، حيث يتوق أهالي دوما بحسب الصفحة لجعل المسيرات الاحتجاجية في رمضان حدثا بارزا. صفحة تنسيقية قطنة نشرت أخبار وأحوال البلدة التي تحولت فيها المساجد إلى مستشفيات ميدانية، والانتشار الكثيف للأمن والشبيحة والجيش في منطقة السهل والحار الغربية، إضافة إلى الاعتقالات العشوائية وتقطيع أوصال منطقة الزبداني بالحواجز الأمنية. بدنا نسقط النظام، آخر أغاني متظاهري سراقب بثت على موقع تنسيقية الثورة السورية في محافظة إدلب. أما أخبار تنسيقية مدينة السويداء فقد ركزت على تضامن الأهالي مع المعتقل عصام خداج، حيث خرج المئات لشوارعها مطالبين بالإفراج عنه وكيفية استجابة النظام لضغطهم وإطلاق سراحه. كما دعت إلى مناصرة المعتقل ضياء العبدالله الذي مضى عليه أكثر من شهر. كما نشرت الصفحة مقطع من أغنية تنادي بالحرية تعبيرا عن تضامن أهالي سويداء مع مدينة درعا والمدن السورية المحاصرة.